الناس بتتغير وانت كمان بتتغير، فمن الذكاء ان انت تتقبل فكرة ان الناس بتتغير، بس من العبقرية انك تفهم ان انت بتتغير وتفهم التغيرات اللي بتحصل جواك. واحدة من اكتر المشاكل اللي بتقابل الناس ان هو لما اتغير مع الوقت واهتماماته شوية اتغيرت واولوياته شوية اتغيرت، والحاجات اللي كان بيحبها ما بقاش بيحبها قوي، بقى بيحب حاجات تانية، والناس اللي قعدته معاهم كانت بتفرحه ما بقتش بتفرحه، بقى بيحب يفرح مع ناس تانية. لما التغييرات دي حصلت جواه بدأ يحس ان انا فيا حاجة غلط. ليه؟ ان هو مش قادر يتقبل ان في شخصية جديدة باهتمامات جديدة بأولويات مختلفة بدأت تتخلق جواه، والشخصية القديمة دي بدأت تموت. واحدة من أهم الحاجات اللي تخلي الإنسان يبقى سعيد إن هو يتفهم إن الشخصية الجديدة اللي بتتولد دي ده شيء طبيعي، هو مش عنده مرض نفسي. إحنا أصلا مع الوقت، يعني الناس بتوع السايكولوجي قالوا إن التطور بتاع الشخصية بتاعتك طول الوقت بيتغير، فما تقعدش تطالب نفسك الجديدة أو اللي بيتقال عليها النيو سيلف أو الشخصية اللي لسه متكونة جديد مع الأحداث المختلفة في الحياة ومع التغيرات في السن ومع التغيرات في المجتمع ومع التغيرات في العالم الخارجي. تخليها مش راضي تديها اي حاجة من احتياجاتها، ومحتاج ان انت عمال تطالبها باللي القديم كان عايزه. ايوه بس انا زمان كنت بحب كذا، ليه دلوقتي ما بعملوش؟ انا عايز ارجع اعمل زي اللي زمان كنت بعمله. والناس اللي من حواليك يبدأوا يقولوا لك ايه يا عم انت بطلت تقعد مع الناس دي ليه؟ انت ليه بطلت تعمل الحاجة الفلانية؟ انت ليه بطلت تشتغل الحاجة الفلانية؟ وانت طول الوقت عمال تقول انا مش متضايق، هي الناس دي بتطالبني ان انا بعمل كده ليه؟ ومع الوقت تبتدي يأثروا على نفسيتك وتحس ان انت محتاج تعمل الحاجات القديمة دي، وتفضل بقى الخناقة دي عايشة جواك. طب انا كنت بحب زمان اعمل كذا بس لما بعمله دلوقتي ما ببسطش، بس لسه مطالب ان انا اعمله عشان اللي حواليا بيقولوا لي ان انت المفروض هنا بتتبسط. فما تخليش الناس تسحبك للحتة دي، ما تخليش الناس يزنقوك في كورنر انت محتاج تطلع منه، انك كبرت دلوقتي او اتغيرت دلوقتي ومحتاج تروح في حتة تانية. يبقى الخلاصة من الاخر، محتاج انك تتقبل ان انت مع الوقت اهتماماتك واولوياتك بتتغير، فانت محتاج انك تتقبل انت الجديد وما تطلبش الجديد بتاعك بان هو يعني يرضي القديم اللي كان عايش جواك اللي هو اصلا دلوقتي اختفى، وما تديش فرصة للناس ان هم يزنقوك على الشخصية القديمة بتاعتك وعلى احتياجاتك القديمة ويمنعوك من انك ترضي الجديد اللي اتخلق جواك. تقبل نفسك ان هي دي العبقرية، وهي دي اللي هتخليك تبقى مبسوط، انك تقدر يبقى عندك المرونة انك تتقبل نفسك مع تغيراتك خلال الحياة. السلام عليكم.